السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي، رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا يا اخوان في الحلقة هذه ان شاء الله حنشوف بيض البطة، ونشوف بيض البطة الثانية اللي رقدت جديد على اللي هو البيض، وان شاء الله حنشوف كمان باقي الطيور. فزي ما عودتكم يا اخوان في اللي هو الفيديو الماضي انه حعمل الفيديوهات بدون مونتاج، لانه صرت انزل يوميا فيديوهين، فيديو على القناة اللي هي الرئيسية هذه، وفيديو على القناة الاحتياطية. فالاشي كثير كثير مرهق يا اخوان ومتعب، يعني مش هتقدروا تتصوروا قديش هو متعب ومرهق انه انت تصور فيديوهين ومن ضمن الفيديوهين تمنتج وتنزل، وصورة الغلاف واللي هو العنوان والوصف وإلى ذلك. فالأمر كثير كثير متعب. فحنشوف هل بيعجبكم الفيديوهات يعني من دون مونتاج وإلى ذلك. تمام يا إخوان، إذا بتلاحظوا الأرض كلها متسخة من أوراق الأشجار، ألا وهي هذه من الرياح وإلى ذلك. زي ما شايفين كلها أوراق أشجار على الأرض. وقبل ما نروح كمان نشوف يا إخوان اللي هو البطتين اللي راقدين على البيض، حاب بس أفرجيكوا شغلة واحدة، فوائد الحلبة اللي يعني مش حقدر أوصفها عندي. طبعا خلنا نشوف اللي هو الكتاكيت هذيك الشبابي، ألا وهي البط، ونتفرج عليها ونشوف قديش حجمها زاد مع الحلبة. للأمانة يعني الإشي كثير كثير صادم، يعني ما شاء الله. طبعا أول وآخر، يعني خلنا نروح نشوفهم يا إخوان. طبعا يا إخوان إذا بتلاحظوا، طبعا هذه الصغيرة هذه عمرها بيختلف كليا عن أعمار اللي وراها. خليني بس اكشلكم اياهم عشان تشوفوهم اكثر. شوفوا بسم الله ما شاء الله الوزن تبعهم زاد، يعني مش هقدر اوصف لكم. طبعا هدول الصغار برضو بتحسنوا قاعدين يوم عن يوم، كانوا شوي هيك تعبانين. طبعا هم ماكلين وشبعانين فبتدفوا جنب امهم بعد ما لعبوا والى ذلك. تمام، اذا بتلاحظوا كمان في غاد بعض الاوساخ والاكياس والى ذلك. فان شاء الله حننظفها في الفيديوهات الجايه. وبعد ما نقلنا قفص البط اللي كان هان، كان في اوساخ والى ذلك. زي ما شايفين سبته ينشف على اساس انه انا لما اجي اشيله ما يلوص يعني ويخلي اللي هو ايدي وكل هيك يعني اللوايص والى ذلك. تمام، خلنا نروح نشوف اللي احنا بدنا نشوفه. وبالنسبة للإخوة اللي قالوا لي الثنك هذا حطه غاد، فأنا بدي أحطه يا إخوان، ولكن إن شاء الله بعض الوقت. طبعا بعد ما نقلنا هذه كان الثنك هذا كله هان، فإن شاء الله حنقله أعمل زي استند زي الشقة هذه هان. لسه شوي شوي إن شاء الله حسوي كل حاجة. معانا بطتين يا اخوان. البطة الاولى تقريبا الاسبوع هذا او في اخريته او بداية الاسبوع الجاي حتفقس في البيت هذا. معانا بطة ثانية رقدت لها تقريبا اسبوع، مش عارف مش ذاكر. كتبولنا تحت في التعليقات لو انتم ذاكرين قديش البطة الثانية وقتيش لها راقدة، يعني لها اسبوع او اكثر، او كتبولنا تحت في التعليقات. خلنا نروح يا اخوان نشوف البطة هذه ونطمئن على البيض، يمكن يكون فاقس مش عارف صراحة. خلنا نروح يا اخوان. بسم الله. تمام، خلنا نفوت البيت ونشوف هل فاقسة او لا، نطمئن عليها ونشوف البيض هل في بيض مكسور، هل في مشاكل عندها والى ذلك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. توقعاتكم يا اخوان اكتبوا لنا تحت في التعليقات هل حنلاقي البيض مفقس او لسه.
اكتبوا لنا تحت في التعليقات، خلي التعليقات تكثر، لانه لما تكثر التعليقات بزيد اللي هو نسبة المشاهدات، والناس بتيجي زيه زي اللايك والى ذلك. فخلنا نشوف. بسم الله. طبعا يا اخوان ما في تفقيس، عضتني موتتني. وي والله بتجع. خلنا نشوف هل في نقر، في حاجة، في اشي. ما في حاجة. اي 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 خرب بيتك. طيب انا في عندي طريقة ثانية، بعرف انه اقترب اقترب موعد تفقيس ولا لا في الصوت هذا. يعني بدهم اسبوع. الصوت بكون هيك زي اشي فارغ جوا يعني، وبعدين تقال شوية، بدهم اسبوع. لسه في موية اللي هو البياض او الصفار لسه موجود، فتقال يا اخوان، فلسه ان شاء الله نستناهم الاسبوع الجاي او في نصف هذا الاسبوع يخفوا. طبعا وزنهم بخف لانه الجنين بيكون ساحب كل الموية، فان شاء الله خير. خلنا نرجعهم قبل ما تاكلنا. راحت ايدي. خلنا نروح نشوف البطة الثانية هل بتعض زي هذا ولا لا. خلاص يا حجة، خلاص خلاص خلاص، بستفز فيها قاعد. خلاص خلاص تاكل رجلك قاعد. اشرد اشرد. تمام خلنا نروح يا اخوان. طبعا شوفوا المعاناة اللي انا بطلع فيها. البيت قصير، البيت يا اخوان قصير. العلي تبعه قصير، انا اعلى منه. ماشي الحال ماشي. وين كاينين هذولا؟ مش عارف صراحة وين كاينين. الدجاج الصيني. بابا وين الدجاج اللامبرغيني؟ معقول في البيت دخل ثاني؟ مش عارف صراحة. بس احلى حاجة مبسوط عليها البط يا اخوان، ما شاء الله اكتسب وزن بعد ما حطنا لهم الحلبة. الامانة الاشي مرضي الى حد ما، الى حد ما اشي عظيم. وين الديك يا بابا؟ بالله عليك بتحكي جاد؟ روح شوفه في المزرعة الثانية. روح. طب بس روح. تعال شوفوا هان. طب شوفوا هان شوفوا هان شوفوا هان شوفوا هان. شملقين يوسي. طب تعال شوفوا هان. مش موجود. هيو في البيت هداكي. طلعوا روح. في بيت الدجاج السلكي داخل. تمام يا اخوان خلنا نروح السريع في الدقيقتين اللي تموا نشوف البطة. هيا هيا على السريع نفوت نشوف البيض تبعها هل على ما يرام او في حاجة مكسرة. بسم الله. تمام هذه هي البطة ما شاء الله يا اخوان، حط ريش بزيادة. بسم الله ما شاء الله. ياي مسكينة أنا. ما شاء الله. بتعض زي هذيك الهبلة. ما شاء الله يا اخوان. طلعني يا بابا. طلعني حبيبي. طبعا شفناها وطمأنينا عليها. وبس. طلعنا معاكم فيديو خفيف هيك. شفنا الدجاج او البط اللي راقد على البيض، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. اكتبوا لنا تحت اسئلتكم وارائكم وتعليقاتكم. وبس حبايبي هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت تشتركوا في القناه وتفعلوا تنبيه جرس الفائقه بحيث يصلكم الجديد. حبايبي بتمرش عليكم من غير ابتسامه اكثر من الصلاه على النبي. اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام يا إخوان.